السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مره اخرى فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل المتن في قناه فيصل برشلونه. الخوت والخواتات، دائما وابدا في حديث الساعه كيف ما العاده ولينا كنشوفوا خبراء يدخلون على الخط، خبراء يعرفون خبايا هاد اللعبه الكبيره طبيعه الحال ديال السموم. كنشوف واحد الخبير بريطاني قال وجع اللسان ديالو اوقفوا التطعيم الجماعي ضد كوكو 19 فورا. وهناك خبراء والعديد من الخبراء كذلك تيقولوا لا داعي للجرعه الرابعه، ما عندنا من نديروا الجرعه الرابعه. هنا كتدخل بعض الشكوك، واش بالصح هذا الخبير هذا من بعد ما دخل غتكون شي نتيجه من بعد وغادي يوقفوا هاد التطعيمات في نظركم نتوما؟ الله اعلم. هنا كنشوف الموضوع جد مهم، يستحق البارتاج واللايك على اوسع نطاق. وندخل معكم في الموضوع، وخير الكلام ما قل ودل. مع العلم ولينا كنشوفوا في دوله الامارات هناك تهديدات كبيره للعديد من الناس يخرجوا عبر قنوات التواصل الاجتماعي او عبر اليوتيوب. وجاء اللسان ديال بعض الزعماء بالامارات قالوا لهم اي واحد يخرج ويدوي في هذا الموضوع باش انه يجي ضد التيار غادي يكون عنده عقاب عسير ثم عسير. فلهذا خاص كل واحد يدخل سوق راسو وما توقفوش الموجه ديال اعطاء المهرازات. وهذا الشيء شفناه بشحال هذه بطبيعه الحال، حتى الاداره ديال اليوتيوب راه قايمه بالدور ديالها، هي ما عندكش الحق تدوي في بعض المسائل او تقوم بعرقلة العجلة اللي دايرة على جميع الشعوب، ولا دويتي يوقفوك القناة، ما فيهاش الهضرة هادي. هنا كنشوفو الإمارات كتمشي في اتجاه ديال قناة اليوتيوب، وطبيعي الحال دخلوا وشوفوا في جوجل شنو قالت الإمارات اللي دوا في هذا الموضوع هذا، ما كانش يما رحمني. ونشوفوا هذا الخبير هذا شنو قال. كنشوفوا هذا واحد الخبير قال واحد الدكتور كلايف ديكس معروف بريطاني، هو الرئيس السابق لفرقة العمل المعنية بالمهرازات في بريطانيا. فهم الفهم، هذا رئيس سابق، هذا الدكتور كلايف ديكس رئيس سابق واحد الفرقة معنية بالمهرازات في بريطانيا. إنه ينبغي، شنو جاء اللسان ديالو، إنه ينبغي علينا التوقف عن التركيز على جهود التطعيم، خاصنا نتوقفوا عليه الجماعي ضد هذا الفيروس ديال كوكو 19، والبدء في علاج الفيروس على انه متوطن مثل الانفلونزا العاديه. طبيعه الحال النظريه ديال العديد ديال الناس خصنا نتعايشوا مع المرض بحال الانفلونزا ديال شحال هادي، نتعايشوا معاه. علاش كثرت المهرازات والمعززات والمدعمات؟ علاش في نظركم؟ شنو هو الهدف من هادشي كامل؟ منين شفت هاد الخبير دخل على الخط بطبيعة الحال، هناك خبراء بريطانيون يدخلون على الخط، حيث جاء اللسان ديالهم شنو قالوا هاد الخبراء برمتهم، يقولون إنه لا حاجة حتى الآن لجرعة رابعة من المهراز، ولكن هادو ماشي نفس التيار ديال الخبير البريطاني اللي قال لهم وقفوا في خطرة، هادو قالوا لا نعتمدوا على المعززات. المعززات راه فيهم الكفايه. هنا كيدار لك العجب، واش بصح زعما غادي نوقفوا هاد الناس يتوقفوا من اعطاء التطعيم الجماعي لجميع شعوب العالم؟ ما علينا راه جميع شعوب العالم غادي نفس التيار نفس المنهج نفس المنوال. كما كتشوفوا الاخوان على هنا الخبير البريطاني الدكتور ديكس كان ترأس واحد المركز ديال المهرازات في بريطانيا، دابا ما بقاش داك المركز، واخا دابا خرجوا دواء وقال خصنا نتعايشوا مع الوضع، واخا علاش هذا الانسان هذا ما دواش من شحال هذا فاش كان مترأس داك المركز؟ علاش؟ انا معاه متفق معاه خصنا نتعايشوا مع الوضع، ولكن الغريب في الامر علاش كاع الاطباء والدكاتره والممرضين والناس اللي عندهم اهميه علماء خبراء حتى تيطيح الفاس في الراس عاد تيبقاو يخرجوا يدويو؟ ربما كيتنادم معاهم الحال بطبيعة الحال.
وكتعرفوا النخبه المنظومه ما صدق لهمش هادشي ديال الشوكه على ارض الواقع، ما صدق لهمش. الهدف ديالهم كان باين من واضح من الاول، وشحال من اقليه غلبت الاغلبيه. حنا بغينا نعرفوا حاجه واحده، خليها خويا اختياريه، وخليوها اختياريه، ما تبزوش على الناس. راه الناس رؤساء ملوك قالوا اختياريه، اللي بغاها يمشي يديرها، واللي ما بغاهاش ما يديرهاش. هذا هو الغريب. فاذا بيت قلبات الموازين على ارض الواقع، ولينا كنشوفوا الضغط على المسكين والضعيف والفقير، ما الناس اللي عندها ولا باس عليها ما مسوقينش، هذوك عايشين الحياه. فاذا بيت كنشوف الانسان قال وجاء عاوتاني اللسان ديالو، نحن الان بحاجه الى اداره المرض، نحن الان بحاجه الى اداره المرض وليس انتشار الفيروس، لذا فان وقف التقدم الى الامراض الحاده في الفئات الضعيفه هو الهدف المستقبلي. وهذوك الفئات الضعيفه راهما اللي واكلين العصا في العالم كامل، راهما اللي كتجي فيهم الدقه، وما كاينش مرحميني، راه كتجي في المسكين. تنقولها ومازال تنعاودها، كتجي في المسكين واللي كتجي فيه. وشحال من واحد في نظركم طبيعة الحال داموا الأمانة أمانته الله يرحمهم، وتيجي يقول لها لا داك راه ماشي المهراز، لا راه كان عنده واحد المرض سابق، تيجي تيكذب لك كيضرب كلشي في الزيرو، تيخرج مسؤول من النخبة تقول لا هذاك الإنسان درنا له تشريح وكان عنده واحد المرض ما باش عاد بان وتوفى به. ودابا دخل هذا المغضب أنت مع العلم في واحد القناة صغيرة من القنوات هنا في مدريد، واحد الأخت جابت واحد الخبير يعني واحد الدكتور في واحد السبيطار وشرح كل شيء. صدمت أنا فاش تفرجت ذاك الفيديو، والله إلا تصدمت. كل مريض يدخل كينعس تيدير الاختبار ولقاك بوزيتيف كتدخل تنعس، فلوس صحيحة كيتخلصوا عليك، فلوس صحيحة كيتخلصوا عليك، إنك تلقى راسك ايجابي وتنعس. هذيك يدوزوك الاختبار لقاوك ايجابي وتنعس، فلوس صحيحه كيتخلصوا عليك. وتفرجت فيه وسمعت داكشي زعما انا تصدمت. هذا هو الهدف، كلشي بيزنس، كلشي فلوس. شحال من الشركات اللوبيين ضاربين الفلوس على ظهر الفقراء والمساكين. عندك صحابكم دو صحاب الشركات اللي مخرجين هاد المايونيز والفريز والتفاح والبنان والباناشي، أنا كلشي كلشي مادة كلشي العاقة. عندك تسوى عندك ما تسواش، ما عندك ما تسواش. هذا هو الهدف ديالهم هما، بغاو يوصلوا لك العالم ديالهم. نشوفوا من هنا سنة 2030 شوف واش نعيش ولا ما نعيشوش. كلشي داير على الحبة على العاقة. هذا هو الحماق، هذا هو البهلال. ويجيو شي وحدة بقاو يضحكوا علينا ويكذبونا ويقولك اخويا نتوما راه كتصدعوا على فراسنا، خويا ما تدخلش تفرج فينا. خلاصة القول، نتمنى هاد الخبير هذا تكون الكلمة ديالو مسموعة، لاقاش ضجة على الصعيد العالمي، ضجة بطبيعة الحال والصوت ديالو مسموع ومعروف، أنا بحثت عليه ونخليكم الرابط ديال الخبر وجوج ديال الروابط، راه هناك العديد من الروابط، يمكنكم تدخلوا وتقراوا بعينكم وتشوفوه بطبيعة الحال، وديروا التحليل ديروا الدراسات ديالكم. أما دوك الخبراء اللي قالك هنا الجرعة الرابعة، والناس راه الجرعة الرابعة والخامسة والسادسة، الناس شراو في النوار، الناس شرات داكشي على النوار، الناس موجدة موجدة الخوت. هما إسبانيا راه شراو الأقراص الحبوب، الحبوب هاك الغرق يعطي بنادم مع العلم أن واصلين فايتين 95%، والدري الصغار ما بين 50 ل 12 عام راه فايتين 40% خوت. هما راه غاديين، العجلة تدور، انت غني ولا طبل ما كاينش اللي يسمع لك كاع. خوت الخواتات، نتمنى هاد الخبر يكون صحيح، ونتمناو الله يدير شي تاوي ديال الخير. خلاصة تلقاو في هادشي كامل، والحاضر يحضي راسو لا اقل ولا اكثر، كل واحد مسؤول على راسو. حنا ما كنحرضوكم ما كنعمركم، لا كل واحد اللي في دماغو. هادي هي خلاصة القول، باش ما نطولوش عليكم.
خوتي وخواتات شكرا جزيلا على المتابعه، البارطاج لي لايك، الغيره الحرقه اللي كتخلينا ندويو والله العظيم. بارطاج لي لايك على وصلني طاق، والمشاركه في القناه اللي بغيت مرحبا، واللي ما بغاش يشارك مرحبا، راه حنا ولاد الدار كبيره، بحبكم في الله، السلام عليكم.